رئيس الاتحادية الجزائرية خسر خسارة جد معبرة أمام المرشح الليبي في انتخابات عضوية المكتب الفيدرالي للكاف للاتحاد الافريقي لكرة القدم. ما هو تعليقكم على الأمر خاصة وأنتم ونحن جميعا نعرف أن الأمر أخذ بكثير من الجدية على المستوى الرسمي الجزائري، فما كيف تعلقون على هذه الخسارة؟ هذه النتيجة هو ماشي خسيرة، هو سقط في الامتحان، حيت ماشي كنت سقط في الامتحان ماشي خسارة. هذا السقوط باش نقولوا العبارة بالأخرى ونخليه على خاطره، هذا السقوط في الامتحان كان متوقعا. شوف يا أخي، الفيفا ولا 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 الرابطة الإفريقية لكرة القدم كلهم تيخدموا بواحد العقلية سياسية محضة. ما يمكنش الأشياء السيئة اللي مرتها الجزائر في بطولة إفريقيا تنظيم كأس إفريقيا للمحليين للمغرب غاب على هذه المظاهرة لأنهم رفضوا باش تمشي مباشرة، والخطاب ديال ولد مونديلا اللي كان في حفلة الافتتاح اللي كان خطاب سياسي وتهجم على واحد الدولة اللي هي دولة عضوية في الرابطة الإفريقية وفي الفيفا. هذه الأشياء كلها ما يمكنش الفيفا تخليها تدوز مرة الكرام. الفيفا تعاقب كل أشخاص اللي تخرجوا على الطريق، لا تتعاقبهمش مباشرة ولكن تجي اللحظات اللي تتعاقبهم فيها. خصكم تعرفوا بأنه المغرب الفيفا بعدها تتآمن بأن المستقبل كرة القدم هو في إفريقيا. إفريقيا عندها واحد الخزان كبير من الكفاءات ومن الطاقات الشابة اللي تعطي الكلمة ديالها في المستقبل. هانتوما شتيو البوركينا فاسو اللي تبارك الله الدراري في واحد المستوى كبير، شتيو مالي، شتيو السنغال، خاصة ثلاثة دول عقلوا عليها مزيان تعطي الكلمة ديالها في المستقبل بشكل كبير. والمغرب حتى هو على في لائحة في قمة اللائحة، والمغرب النتائج اللي عطاها في كأس العالم ولا بالنسبة للفيفا هو لوكوموتيف، هو رائد الكرة الإفريقية في إفريقيا. وباش نجرو باش نجرو باش بوغ تيغي فيغ لو لي زيكيب افريكان اللي هما عندهم ان بوتونسي كبير، المغرب عطى واحد الدرس في التسيير ديال كرة القدم. هانتوما شفتوا الملك محمد السادس توصل بجائزة مع عند الكاف ومع عند الفيفا بأن الدولة اللي تتسير واللي آمنت واللي عملت ميو غزان في سيسمو في الفوتبول هي المغرب، وكان معها رئيس ديال إثيوبيا. دونك هادشي كله تبين بأنه الفيفا تتآمن بالمغرب وتتآمن بالعمل الجدي اللي تقوم به المغرب في البنية التحتية كرة القدم، واللي ولات كرة القدم تتسير بطريقة عصرية بطريقة علمية، ما بقاش ديك تسير الهاوي للغير احترافي. وكذلك السلطة المغربية عندها واحد المصداقية كبيرة، الملك الله ينصره ملي تيعطي الكلمة ويقول بأن هينتج واحد الملعب واحد الظرفية تيوجدو. أنت شتي التظاهرات اللي كانت في المغرب كلها كانت تظاهرات ناجحة، بظل الدولة المغربية اللي تتآمن بهذا الشيء هذا لتعطي صورة إيجابية لكرة القدم الإفريقية أولا، وعاد تعطي صورة إيجابية لكرة كرة القدم المغربية. فلهذا هذه الانتخابات هذه كلها كانت متوقعة. الفيفا ولا الكاف تتقلب على طاقات اللي أولا تدخل في العقلية ديال الفيفا، هي عقلية متفتحة، وهات الشنجان وهات التلاعبات اللي وقعت في الجزائر ضد المغرب كلها ولات جعلت من الجزائر أضحوكة كرويا في العالم بأسره، لأنه خلاو كانت فرصة كبيرة باش يكون واحد التقارب بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، زادوا وسعوا الخلاف اللي كان بين المغرب والجزائر. انتم لاحظتوا منذ كأس افريقيا الاخيره للمحليين والسب والقذف ضد المغاربه ازداد بشده، لان علاش كره القدم هي معموله باش تقرب الشعوب، وهما عملوا كل ما في وسعهم باش يبعدوا المغرب من هذا التظاهر. وشكرا. شكرا سي نور الدين، حفظك الله ونصرك، شكرا بزاف مداخلة في مستوى دائما المعهود. لالا مينا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سي سعيد. السلام عليكم سي رضوان. مرحبا لالا، لاباس عليكم؟ بخير والله. الا بخير الله يكبر بك. الله يسلمك. دونك المداخلة ديالي بغيت اولا نقول لك كتسمعوني؟ يا كتسمعوني مزيان؟ كنسمعوك لالا مينا. كنسمعوك. مرحبا. كتسمعوني؟ وي 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 وي. بغيت غير نقول لكم في انتظار واحد الخطاب غنسمعوه جديد، هو إعادة التصويت، طلب إعادة التصويت.
من المنتظر أن نسمعوه، من المنتظر أيضا نسمعوا تغيير اسم ملعب نيلسون مانديلا، غير ما عرفناش شنو الاسم اللي غيتختار ليه. هادو من ردود الأفعال المنتظرة، منتظر بزاف ديال الأشياء أخرى إلا أشياء عقلانية. هذه الأولى. ثاني حاجة، هاد السقوط اللي دويتي عليها السير دوان، أنا كنشوفه بمثابة سقوط ديال شي واحد في قسم التحضيري وكتبوا ليه يكرروا القسم. علاش؟ لأنه كان مدعوم من أعلى سلطة في البلاد، مدعوم دبلوماسيا، مدعوم وتعلن على هذا الدعم. راه هذا هو الحاجة الصعيبة، تعلن على دعم من مستوى عالي، والنتيجة كانت يكرر القسم في الابتدائي. هذا هو هذا. بغيت غير تصحوا لي عافاك واحد المعلومة، واش بفضل النتائج ديال المغرب هو باش افريقيا ولاو عندهم تعود ديال المنتخبات اللي غتشارك في المونديال؟ نعم، هما ما كانوش غيكونوا تسعود، هما ما كانوش. الو، واخا تفضل. تسمعوني؟ لا تفضل. ها هو السي طوان غادي يجاوب. لا لا، انت عندك. لا 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 سعيد، انا لا لا، انت عندك المعلومه. لا لا، مرحبا دردارك خير دوان، ماشي بما بيناتناش. انا المعلومه تقدر تكون عندي خطأ. تفضل نطار دوان، عندي خطأ، تكون عندك معلومه اكزاكت. تفضل. نرجعوا ل 86 بفضل تاهل المغرب للدور الثاني باش تعطونا عدد اكبر من الفرق. هذا بفضل الانجاز ديال المغرب. هذا تسعود ديال الفرق ماشي بفضل المغرب، وانما بفضل القاره الافريقيه كلها، لانه هذه التسعود هذه كان اعلن عنها قبل من ما يتاهل المغرب لكاس العالم، او قبل ما يدير هذا الانجاز ديال 2022. دونك 86 ايفيكتيفمون بفضل المغرب، ولكن 2022 لا. غير واحد الحاجه نركز عليها بزاف الاخوان، اليوم في 2023 في هذا التصويت ديال الكوميتي اكزيكوتيف، كاين الكولاسه وكاين الغرف المظلمه، لان هذه لعبه ديال الكولاسه ولعبه التحالفات. انا اؤكد على كاين الكولاسه وكاين التحالفات. عندك التحالفات ديالك كتقلب على من هنا ومن هنا، وهنا كيبين لك ضعف الدبلوماسية الجزائرية، وما نتكلمش على المؤامرة، وإنما ضعفها وعدم توصلها يعني ما قدراتش توصل لديك اللعبة ديال الكولاسة كما كيتكلموا عليها هما. حيت إفكتيف ممكن كولاسة ملي كتولي كتلعب كتدق على صاحبك وصوت عليا نصوت عليك، راه كتلعب في الكواليس. دونك هذه إفكتيف داخلة في إطار الكولاسة أؤكدها، ولكن ماشي بلاتي الكولاسة ماشي مؤامرة. تفضل. نعم، هو الامر كما قلتي. قالت لي غير نقطه واحده نشير ليها، مصطلح الكولاسه هو العمل في الاروقه، العمل في الاروقه. والعمل في الاروقه راه عمل اداري، عمل دبلوماسي، عمل علاقاتي. دونك ماشي هو عمل لويال زعما محترم، هو اللي كيعنيو به الكولاسه. الكولاسه جايه من الفرنسيه، مصطلح فرنسي لكوليس. العربيه هو العمل في الاروقه، وهو عمل اداري وعمل محترم. وهذا دونك من حق اي انسان يدافع يوصل الاهداف ديالو بطريقه مشروعه. كنشكركم اللي عطيتوني هذه المساحه. شكرا لك لاله منى. مرحبا لاله منى. مرحبا لاله منى. مرحبا اختي. مرحبا لاله. شرفتينا لاله، مداخله رائعه جدا، مشكوره جدا الاخت منى. سي طلال، السلام عليكم. سلام بن عمي. السلام عليكم بني سعيد غزال، سيدي طوال غزال، الاخوان الله يحفظكم اخويا، بارك الله فيكم، الله يكثر خيركم. مرحبا عبي. مرحبا، الله يحفظكم ويجزيكم. خويا بغيت نقول لك زعما اول هذا زعما السقوط كما اشرت له الاخت والاخوان الكاملين، كان متوقع، يعني كان متوقع، لانه اول حاجه قدم هاد الزفيزف واحد الخبر، يعني خبر عاجل. المغرب يفوز على البيرو في كرة القدم بضربات الجزاء. ماتش الاول. اه ماتش الاول ولا الثاني؟ كاين دابا الخبر. برافو برافو. ماتش باقي ماتش. تفضل اخي طلال كمل. فا اللي بغيت نقول لك زعما واخا اكثر ما هذا السيد زفيزف كان يعني سوتوني من الدوله الجزائريه كدوله
كنظام بكثر ما انه كان محارب من جميع الجهات، وخا يكونوا يعني متخاصمين بيناتهم في الجزائر، يعني في العالم الرياضي ولا على المستوى الرياضي، يعني لا من الصحافه ولا يعني اللي كيشرق كيحارب زفيزف واللي كيغرب كيحارب زفيزف، يعني متفقين على حاجه واحده. فما كانش عنده واحد معنى، ما كانش عنده واحد ستوتيان من داخل الجهات الرياضيه الجزائريه بحد ذاتها، من غير الدوله ومن غير السلطه من غير فهمتي. هذا واحد يعني كان متوقع جدا انه كان غادي يسقط، وكان ما غادي يمشي فيه فهمتي، لا هو ولا غيره، لانه ما كاينش شي واحد صراحه في المشهد الرياضي الجزائري دابا اللي قوي انه يوصل الدرجه انه مقعد في الكاف. هذا من جهه. ثاني حاجه بالطرح موضوع ديال كاس العالم، معنا هذه القضيه ديال التصعود ديال السيت كان في كاس العالم ديال ابتداء 2026 في امريكا، فهذه حاجه مزيانه. وانا ذكروا باللي لي بيرفورمانس ديال لافريك ديرنييرمون، لا من غانا الى عقلتوا على غانا، لا في السنغال قبل منها ولا يعني ان الافريقيا كت معنا كتبرز بواحد الدرجه كبيره بزاف، كتبين باللي راه افريقيا راه عندها مواهب. شفتوا كتشوف مثلا في اوروبا ما كتلقاش بزاف ديال المحترفين الاسيويين في اوروبا، بحال كتلقى بزاف ديال المحترفين افريقيين في اوروبا، يعني عندهم عند الافريقيين تبارك الله، عندنا تبارك الله عندنا ما تقول في هذه الطريقه. انا حضرت الكاس العالم ديال 2022 في قطر 18 يوم، حضرت تقريبا جميع الماتشات ما عدا الماتش ديال البرتغال. اخويا كانت الاجواء لا اله الا الله رسول الله، مشى لنا الصوت شي 10 خطرات فهمتي، معنا ما شاء الله اخويا، زعما عشنا شي عمرين زعما فهمتي، واحد لوفوغي اللي كنا عشنا تما، زعما قليل ما باش نقول لك ما عمرني حسيت انا في حياتي رياضيا، بالرغم انني كنمشي التجربه كنحسدكم عليها وكنحسد اي واحد كان حاضر تما. شكرا خيط الله، شكرا خيط الله، الله يحفظك الحبيب. الحمد لله انني. والحاجه الثانيه هي ان الكاس العالم الجايه 2026 غتكون هنا في امريكا، في البلاد كنقطن فيها، انا كنقطن في مدينه اورلاندو، وما بين المدن اللي غتصطاد في الماتشات ديال كاس العالم كاين مدينه ميامي كتبعد عليا معناها 3 سوايع 4 سوايع ماكسيموم. فنتمنى ان شاء الله ان الجروب انا المغرب يطيح في الجروب، هنا الجروب ديال المغرب يطيح، ولا على الاقل المغرب تلعب الماتشات ديالها في ميامي، واش غتكون هذه يعني ما غنزيدش ماتش ان شاء الله، حيت مازال ما عرفناش واش غنلعبوا في ميكا. نتمنى الخير للمغرب، ونتمنى ان شاء الله ما تبارك الله السيد السي القجاع وحق الله العلي العظيم، لا ما شاء الله عليه، الله يحفظه ويجزيه، والله يحفظه لنا مشرفنا. امين. كاينه القضيه ديال المغرب السوفت باور كما راه سير دوار كتهضر عليها دائما، اللي هي القوه الناعمه. هذه القضيه ديال كانك اكستاد 40 دوله افريقيه كتعرض عليها انها تلعب في البلد في البلد ديالك، لانهم هذوك التيران ديالها ماشي اغريجي باغ لا الكاف ولا الفيفا، كيلعبوا في المغرب، فهذه حاجه كبيره يعني بيان سيغ في الكولاسه اللي هي مثلا اللوبيين غيجيو كيلو غيساندوك بيان سيغ، هذا سي تري نورمال. انت لما كدير لافريقيا والو، كيفاش تجي تقول لها الكوره بقات تغوض في الكولاسه، ما الكولاسه خصك دير باش تاخذ، ماشي تبقى كتسنى وكتسنى شي ينزل عندكم من السماء. فسمحوا لي طولت عليكم، وشكرا بزاف. مرحبا خيط الله، مرحبا 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 نهاركم خويا، وثانك يو، الله يحفظك الدسي السعيد. جات معاك القوي ديما العزاوي بالمراكشية، جات معاك القوي ديما الله يحفظك. سي ترى شكرا، الله يحفظك اخويا، الله يكبر بك. سي مهدي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ سعيد، الاخ رضوان، اهلا بكم وشكرا، وشرف لي انني نطلع معكم في هذا اللايف المباشر، والله الا شرف كبير. مرحبا مرحبا. انا راه من الناس المعجبين بكم بالروح الوطنيه ديالكم العاليه في الدفاع على الوطن وعلى الثوابت والمقدسات ديال الوطن، والله العظيم الى حنا الوطن وكنحبوا البلاد ودائما متبعين الجديد اللي كنشوفوا عندكم طبعا وعند الاخ رضوان. الخبر اللي قال الاخ سعيد ديال سقوط المرشح الجزائري، انا اللي بحره وصلتني الخبر من عندكم في اللايف، ما كانش انتم طبعا كتجيبوا الجديد، عندكم مصادر اكثر منا حنا. هذا امر طبيعي وعادي، ماشي شي حاجه اللي هي مفاجئه لينا، لاننا كنعرفوا ان الجزائر والكل كيعرف الجزائر علاش باغي يدخل الاروقه الاتحاد الافريقي، الغرض ديالها ماشي رياضي،
الغرض ديالها راه باين، هو باش تدخل تحارب المغرب لانها دوله مريضه بواحد الدوله سميتها المغرب فقط، ما عندها حتى شي غرض اخر. تواجد المغربي اليوم في افريقيا لا ماشي غير على المستوى الرياضي، على المستوى السياسي والثقافي. اليوم الجزائر كتحاول تحارب المغرب على المستوى الثقافي، بغات تدير لنا المورد الثقافي ديالنا، كتحاربنا سياسيا في الخارج، كتخسر فلوس مبالغ طائله باش تحارب المغرب ولكن بدون جدوى. لان التواجد المغربي في افريقيا وخصوصا مؤخرا مع التوجه الملكي والرؤيه الرشيده ديال جلاله الملك الجديده ديال جنوب جنوب اللي كانت ناجحه بكل المقاييس، وهي اللي خلت المغرب يحط رجليه مزيان في افريقيا. كذلك التواجد ديال واحد ديال فوزي القجع اللي هو راه ما يقدرش شي واحد ينكر المجهودات اللي عطاها في كره القدم الوطنيه، راه وصلها تبارك الله لواحد النيفو ديال الدول الاوروبيه، راه هذا الشيء راه مفروغ منه. لان كنشوفوا اليوم بان جميع الانديه الافريقيه ولا المنتخبات في جميع المجالات، لا الكره الشاطئيه لا كره الصاله، ديما المغرب في البوديوم، يا اما كيربح الفينال ولا ما كي ولا كي المهم كيلعب في الفينال والدومي فينال. عندنا بطبيعه الحال الجزائر اليوم، الجزائر اليوم ما بقاتش عارفه شنو غدير صافي، خصوصا مع المشكل اللي وقع بين المغرب وفرنسا. راه فرنسا دابا حتى هي ولات داخله على الخط كدعم الجزائر، لكن دون جد راه حتى افريقيا ما بقات بغات فرنسا. يعني اليوم يعني هذا الشيء اللي وقع اليوم راه امر طبيعي، والكل يعلم لماذا الجزائر بغات تدخل اروقه الاتحاد الافريقي والفيفا. وفوزي القجع طبعا راه سد الباب، الله يعطيه الصحه وتحياتي لكم، وهذا هو الراي ديالي وشكرا بزاف. شكرا شكرا خي مهدي، الله يحفظك الحبيب العز خي مهدي. سيري دردوان مرحبا. ترحب بك جدنا سعيد خويا، شكرا جزيلا. يعني شكرا لك بخير بس الحمد لله. ترحب بك جدنا خويا، شكرا جزيلا. اولا اريد ان ادلي بدلوي فيما هو حاصل، واشارككم الفرحه العارمه بسقوط المرشح الجزائري. كميه الفرح الذي أراه في وجوهكم والله غير يعني لها دلالتها ولها كيما يقول لك فهمتني، عندها معنى. عباش شكون هو المثقف سي سعيد؟ المثقف هو من على باش هو المثقف هو اللي يسعى باش يحشر او يحاصر او يقلص ان استطعنا او يقلص الاشياء السلبيه فهمتني، ويوسع او يجتهد. هذه رضوان عاد شتيها في تيك توك عند واحد ديال التنميه البشريه، عاد شتيها هذا الصباح؟ لا يا شير، انا نستفاد، انا كي نشوف حاجه نستفاد منها. راك تعرف خوك سعيد فهمتني، انا نستفاد منها. انا كي نشوف فكره تبقى في راسي نحب ننشر، انا مثقف، انا شتي ننشر الثقافه الايجابيه. الله يحفظك الله يخليك، مثقف ان شاء الله. قلت لك هو يحاول ان ينقص من مساحه الاشياء السلبيه ويحاول ان يزيد مساحه الاشياء الايجابيه في مجتمعه، والله المساحه اللي راه فيها منها هذا الفضاء الصغير التيك توك فهمتني. انا نشوف التعليقات هذه ونشوف الوجوه فرحانه ب كيما نقول لك فوز وهمي فهمتني، سقوط جزائري هذا فرح بالنسبه والله العظيم والله غير انا اللي فاهمك سعيد، انا اللي فاهمك والله غاني فاهمك. عبالك قال لك شرف الخصومه احسن من ود النفع، فهمتني. انا كنت تعطيني خصم شريف والله غن كيما نقول لك نعتز به، باسكو انا نتخاصم تصلح بالشرف. حنا ماشي الخصم ديالكم في اللجنه التنفيذيه، حنا ما كانت عندنا علاقه بينكم وبين ليبيا. مرحبا ليبي اخي وسندي في الدنيا وفي الاخره فهمتني، ما عندي حتى اشكال. انا من الخبر سمعته من عندكم، سمعته من المواقع المغربيه، هذا تاع سقوط اسمه اصلا اسمه ما نعرفوش. لا والله ما نسالو الرجل رضوان اسمح لي غادي نقول لك الجديد عاود، انا دائما كاين جديد باش اللايف يكون، باش الاخوان يبقاو معنا في اللايف بزاف. اخر ما كاين تفاعل ديال حفيظ الدراجي مع هذا الخبر، تدوينه منذ 36 دقيقه يقول فيها الدراجي: الفشل الذي كان متوقعا لرئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفزاف في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للكاف يشكل إخفاقا جديدا للمنظومة الكروية والرياضية بكاملها، يقتضي منا إعادة النظر في التعامل مع رياضة لم تعد مجرد لعبة، لذلك يجب أن تتحول كرة القدم عندنا إلى قضية دولة
بكل أبعادها. أعلن النفير في كرة القدم، بعدما أعلن النفير ذاك المرة دابا يعلن النفير في كرة القدم. تفضل لك التعليق أخي رضوان. شوف خويا سعيد، عطا كيما يقول لك، انا سمعت التدوينه اللي سمعتها من فمك، انا يعني سمعناها مباشر من فمك. يعني التدوينه في محلها. رانا نشوفوا احنا كميه الدعم، احنا كنا، انا من وجهه نظري نشوف بديك التعامل كان رياضي، ولكن اللي يحسب هكذا باللي التعامل الرياضي كيما نقولوا احنا بالعاميه تاع كان نيه. انا نشوف باللي تدخل الدول ماشي رياضي. لا رضوان 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 ماشي رياضي، ماشي رياضي. ايه اسمح لي، ماشي رياضي. الدولة دخلت بصباتها في هذه العملية، عبدالجيد تبون شخصيا بحذائه يتدخل، وشنقريحة ببرود، واسمح لي، شنقريحة ببرودكانه يدخل إلى كرة القدم. ما تقول ليش رياضي وانتم نية، ما تلعبوش علي النية. لم تدخروا جهدا، الدولة الجزائرية لم تدخر جهدا في ما تقوم به من اجل ايصال الصوت الجزائري الى 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 الى, إلى المكتب التنفيذي. عطيك حاجه، عطيك حاجه خويا سعيد، شوف شوف اسمع لي مليح، اسمع لي مليح. الكولسه على بالك شنو هي الكولسه؟ على بالك معنى الكولسه؟ التحالفات الانتخابيه. انا نقول لك شنو هي الكولسه؟ شنو هي؟ يقول الكولسه هي الوصول بطرق تعتبر شرعيه بالنسبه للفائز. الفائز بالنسبه له هذيك طريقه شرعيه. ولكن بالنسبه للخاسر تعتبر طرق غير شرعيه. عبق باللي كاين امتيازات وكاين رشاوي وكاين، اسمح لي بالنسبه، لا 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 دابا واش كنهضروا، اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي رضوان رضوان، للاسف الشديد انا اسمح لك انا تفضل. ايه للاسف الشديد لا تفرقون بين الامور القانونيه التي تسمى تحالفات. دبر عليا ندبر عليك، صوت عليا نصوت عليك، هذه قانونيه وجزء من اللعبه. والرشوة والفساد اللي هو أمر غير قانوني. هذا واش قلت لك؟ غير قانوني ولكنه مشروع، مشروع ما بين الآخر مشروع. الرشوة غير مشروعة، الرشوة غير مشروعة. الرشوة غير مشروعة. ما كاينش قانونية، الرشوة ما كاينش. ها؟ لا توجد منها، ما كاينش منها في الواقع، ما كاينش منها. لا توجد منها. ايه معليش أختيك من التعبير، ناقش الفكرة. أخر رضوان، أخر رضوان، أنا عندي واحد المعلومة. يمكن كتعرفها، احنا كنقلوا في الباسبور رضوان، نعرفوا انا السعيد انا نطلع عنده روح لا توجد منها تزيد بحال دقيقه رضوان خويا الله يستر دقيقه خويا باش نعطيك كلمه اروح اضحك السعيد. سير الله يعطيك شي خير، سير الله يعطيك الخير ان شاء الله. ضحكتيني واحد الضحكه والله العظيم الى من القلب بالله. سير الله ينصرك، الله يعطيك الله يرزقك والله ان شاء الله ربي يدومها ويدوم فرحتك الى يوم الدين. انا اتمنى لك الفرح والله، ما اتمنى لك الشغانه ثم اتمنى لك الشر. شوف شوف الكولسة يوجد منها والرشوه لا يوجد منها. تفضل نعطي واحد المعلومه السي رضوان. انا نعطيك امثله، الاتحاديه الجزائريه والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بجوجهم عطاو الفلوس. راه كان كيعطي الفلوس عن طريق الرشوه. اسمع معايا خويا رضوان، انا اتكلم على الجميع، لا اخصص جزائري او مغربي باش نفهم. لا كنتكلم لك على الفلوس، كنتكلم على الجميع. الجامعه الملكيه المغربيه عطات الفلوس والاتحاد الجزائري عطى الفلوس. راهو ملي كان رئيس كان كيعطيو الرشوه. المغرب ملي كيعطي الفلوس كيعطيها كدعم للاتحادات المحليه، كيعاون خوتو عن طريق داكشي ليغال دون مانيير اوفيسيال، تيقول لك انا ادعم الاتحادات الافريقيه. هذا هو الفرق.